الوضع الصحي بلبنان أكيد منه بخير، لأنه تابع للوضع الاقتصادي اللي عم نعيشه، ويلي هي مع الأسف عم بتخلي الطاقات المهمة بالبلد تترك، بما فيها الطاقات الطبية والتمريضية. يعني صار 2500 طبيب مهاجر، وبعتقد قدهم إذا مش أكثر من ممرضات. هالشي ما ببشر خير، لأنه الشغل يلي كنا عم نقوم فيه بالمستشفيات فيما يتعلق بالحفاظ على لبنان، مستشفى الشرق، ما رح نقدر نكمل نحافظ عليه إذا دلت الهجرة بهالوتيرة اللي عم نشوفها. وزارة الصحة عم بتأمن الأدوية الضرورية والأساسية للأمراض المزمنة وللمرضى يلي هن بحاجة لها شهرياً إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية ومجاناً. وهيدا الشيء يلي هو متبع بكل دول العالم، مع الأسف بلبنان منعتبر إنه المستوصف حرف ناقص، مشان هيك نوع يعني يفترض فينا نرجع نتعود على هالطريقة، حتى أولاً يكون في رقابة أكثر للأدوية، وين عم تروح، لمين عم تروح، كيف عم تروح، وثانياً تعطي نتيجة وفعالية أكثر. بذات الوقت أدوية الأمراض السرطانية وأمراض المناعة عم تتأمن مجانا لكل المستشفيات، وبهالطريقة كمان عم بيكون في رقابة وفي ملف خاص بكل مريض حتى ياخد دواء بالوقت اللي لازم ياخده، وبوصفة طبية عم تروح من طبيبه يلي هو عم بيحط شو المرض شو الدواء وقديه الكمية اللي بيعوزها. هالاشياء هاي ضرورية تكون موجودة حتى نتحاشى المشكلة الكبيرة اللي قطعنا فيه، ويلي أدى إلى فقدان الدواء من السوق، إن من حيث التخزين بالبيوت أو من حيث التهريب، تهريب الدواء أو التجارة فيه. بلبنان عدد الأطباء كبير كتير، يعني حوالي 15,000 طبيب، يعني طبيب لكل 300 مواطن، هيدي من أعلى النسب بالعالم. كنا عم نشكي منها بالقبل وعم نجرب نحط ضل حد، ولكن وقت اللي وقعنا بهالأزمة شفنا إيجابياتها ونسينا سلبياتها. أكيد في كتار هاجروا، بس بعد في كفاءات كثيرة موجودة وعم تقدر تقدم الشغل اللي لازم يتقدم للمرضى للمواطنين. إنما المنخاف منه إنه هالنزف إذا كمل حتى اللي موجودين ولو بكفاءة عالية هني كمان يتركونا. عم يترك الأعمار المتوسطة بين 35 والخمسين، عندنا الأقل عم يتركوا بكثرة ولكن ما عندهم اختصاص، عم يظهروا بالدرجة الأولى يتخصصوا. نتأمل إنه يرجعوا في حال رجعت الأمور إلى مجاريها كالعادة. واللي أكبر بالعمر هودا عم بيضلوا، لأنه بيعتبروا إنه ما بقى تحرز نفل. إذا في مكان ما عم نقدر نأمن الحد الأدنى ونحافظ على مستوى مقبول، إنما إذا الوضع الاقتصادي ضل على ما هو عليه من السوء، مع الأسف إشياء كثيرة رح تكون ناقصة رح نفتقدها، عدا عن الأدوية المعدات والمستحضرات الطبية. كمان الطاقم الطبي والتمريضي رح يكمل طريقه لبرا، وهيدي ساعتها نعتبرها كارثة. مشان هيك دقينا نقوص الخطر، يا دولة عطينا تحفيزات حتى نبقى، شجع اللي موجودين حتى يبقوا ما يفلوا، وبهالطريقة بنقدر نحافظ على صحة مواطن وصحة الوطن.